تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي باسمه وباسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية الناجمة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا. ووجه الرئيس السيسي القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس السيسي رئيس الجمهورية القادة الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة. هذا وأعلنت مصر الحداد 3 أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا. التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بعدد من قادة القوات المسلحة لبحث سبل تقديم العون والمساعدة للأشقاء في المغرب وليبيا إثر الكارثة الإنسانية التي تعرضوا لها. ووجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي القوات المسلحة بتقديم الدعم الإنساني العاجل من أطقم إغاثة طبية وإنسانية ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات المغربية والليبية. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي الأول إن احنا يعني في البداية كده نقدم التعازي باسم الشعب المصري باسمكم ضحايا الكارثة الإنسانية اللي حدثت في زلزال المغرب أو في الفيضانات اللي حدثت لأشقائنا في ليبيا. ويمكن اللقاء اللي احنا موجودين فيه النهاردة، أنا عارف أنتم شغالين في الموضوع بقالكم يومين تقريبا، عملت تنسيق مع الأشقاء على أن احنا يعني إذا كان في ممكن بتواضع شديد أن احنا نقدم دعم ومساعدة مع بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات اللي موجودة هناك، أنتم شغالين في ده. وانا حبيت بس ان انا من خلال اللقاء ده معاكم ابقى مطمن على ان احنا مستعدين نتحرك سواء بالقوات الجويه جوا يعني او بالقوات البحريه بالبحر او برا بالنسبه لاشقائنا في ليبيا، لان حجم الضرر اللي موجود كبير قوي، وطبعا محتاج مننا ان احنا كلنا نتكاتف مع بعضنا البعض في الظروف الصعبه دي. انا اللي يهمني في بالنسبه يعني في اعمال التنسيق نبقى المطالب اللي هي اللي فعلا يعني هتبقى تقدم تيسير او تسهيل للكارثه اللي موجوده. وطبعا اذا كان اطقم اغاثه، اذا كان اطقم انقاذ، اذا كان معدات موجوده، اذا كان معسكرات هتنشا، يعني انا عارف طبعا ان احنا في 7 طيارات دلوقتي جاهزين للانطلاق حسب مش كده؟ 7 طيارات و3 وبرضه بالنسبة لليبيا أتصور إن احنا محتاجين يعني وبسرعة، لأن حجم الضرر الناجم عن الفيضانات هناك كان ضخم جدا. ويعني الأخبار والمعلومات الواردة بتحتاج إن احنا نتحرك بكل قدراتنا. وأنا عارف إن قدرات الجيش قدرات يعني قوية وقادرة بفضل الله سبحانه وتعالى، مع الجيش الليبي إن شاء الله ننسق معهم ونتحرك، سواء كان اللي كان في فرصة إن احنا نخش بالبر معهم أو بالقوات البحرية أيهما أسرع يعني، أو بالقوات الجوية طبعاً. بس القوات الجوية لو احنا عايزين نعمل أعمال تعبيد طرق وغاسة للمناطق المنكوبة بمعدات مهندسين، وأتصور إن احنا محتاجين نعمل كده. يعني احنا موادات مهندسين بسرعه. يبقى انا كلمت قائد المنطقه الغربيه الصبح وقال لي في يعني في اجراء عامل ممكن يتم، بس طبعا احنا بنتكلم على حجم عمل ضخم. انتوا بتتكلموا في 3 مدن على الاقل، مش كده؟ 3 مدن على الاقل حصل فيهم ضرر كبير قوي، وبالتالي محتاج دعم قوي، لان اشقائنا هيبقوا طبعا مشغولين دلوقتي في ظروفهم يا اسامه. ايوه بس فإن شاء الله يعني دي مهمة مع الأشقاء، ولازم إن احنا يعني كلنا نقف، سواء كنا قوات مسلحة وأنا في ثقة كبيرة جدا في القدرات وفي الإمكانيات وفي رد الفعل، أو حتى في الشعب المصري تجاه الأزمتين اللي موجودين في أشقائنا في المغرب
او في عند اشقاء في ليبيا. وانا بقول ده جهد متواضع جدا، هو عباره عن تعبير رمزي للمشاركه في الالام والاحزان اللي تمت. واسمحوا لي ان احنا برضو نعلن الحداد ثلاث ايام في اطار يعني شكل من اشكال في المواساه والتعازي والمشاركه مع الاشقاء.